السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، مرحبا المتابعين ديالنا اللي تابعونا من البعيد ومن القريب. هذه ما تاني الجديد، جينا وجبنا لكم تاني الخيط الرومي. الزواقات صراحة اللي ما مطليين، زواقات اللي قليلين في السوق، والخيط كوتون اللي مزيان، الخيط الغليظ ماشي هذاك الرقيق العادي. المهم الناس اللي تيتقدموا عندنا راه عارف شنو كاين، عشان نبسطوا الامور ونشرحوها، واللي خدا شي حاجه الله يسهل له. مرحبا بكم، ما عليكم هاد السكرين في خاطركم، مازال نطلق لكم التواب وتشوفوهم كي دايرين تبارك الله. داكشي اللي مبرد صيفي، داكشي اللي صراحه اللي غزال، زواقات مختلفين، داكشي اللي زوون. المهم موديلات صراحه كاين الاول اللي بغيتو، الغالقين الفاتحين، الزواقات صراحه اللي زوينين. المهم شادو معنا وما تقطعوش. مرحبا المتابعين ديالنا، عليكم ما تبارطاجيو مع العائله مع الحباب، واللي اول مره دخل يبارك لك ابوني، واللي دخل عندنا ما ينساش واحد الكومونتير زوين مع الحباب مع العائله. هذه فيها خمسه لونات الزواق، هذه انطق لكم الثوب وتشوفوا كيفاش داير. الثوب ديالو خفيف وصيفي، والزواقات صراحه ما شاء الله، الوان صراحه معزولين بالذوق. المهم شادو معنا، ماشي هذاك الرقيق اللي غليت شويه ديال الكوطون، شي حاجه اللي فنه. والزواقة تبارك الله ما شاء الله، داكشي اللي ما مطلعش. المهم هذا اللون الاول، هذا اللون الثاني، تبارك الله شكي جاي تبارك الله بحال كريمي بيج، ما فيه شويه المارو صراحه زوين. هذا الخضر تبارك الله ما شاء الله، خضر جمال الطبيعه ما شاء الله زوين. وفين النوار تبارك الله، العشاق ديال النوار ثاني، الكوراي كسي واجلي البيج كنيدرات، داكشي ديال الصيف. المهم اللي بغيتو ديرو بيه مرحبا، سري ولا تسراو شي جوارين ديال الطالون حتى هو تيجي فيه زواون. المهم هادو من الوان ديالهم، شاهدو مزيان وسكرينو في خاطركم، وكاين النمرة في القناة، وراه التوصيل بالسلعة راه جميع المدن في المغرب. المهم مرحبا بكم. والثمن، الثمن راه كما تنقولو 40 درهم المتر، جوج ونص 100 درهم، و 3 متر ب 120 درهم، تاخد أحسن خيط. هادي الزواقة ديال النمر تبارك الله ما شاء الله، صراحة لا التوب ولا الكاليتي ديال التوب صراحة خصها تتبع أكثر، ولكن حنا تنساو مع الكليان ديالنا صراحة. ولكن راه تدي خيط المزيان، الناس تجي تقدمو عندنا راه عارفين الحمد لله المعاملة والعبار. وصراحة اللي بغيتو مرحبا، كاين حنا دايرين بدايرين جوج ونص 100 درهم، وكاين 3 متر، المهم العبار اللي بغيتو 40 درهم المتر، خذوا العبار اللي بغيتو. المهم في هذا اللون الذهبي، هذا المارو، هذا الشيء، واللون الكري، واللون الترابي الفوقاني، فيه ثلاثة الوان هانتوما، فيه ثلاثة الوينات اللي كسكرين في خاطرك، وكاين النمرة في القناة، حنا على اتصال. هذه زواقة تاني وحدة أخرى تاني نطلقها لكم، تشوفوها كي دايرة، التوب ديالها كي داير. زواقات حلوين، ماشي داكشي اللي صراحة، ماشي داك الورد اللي مجلط بزاف. المهم داكشي صراحة ما شاء الله، لا التوب لا صراحة، التوب ديالو نازل براد صراحة ما شاء الله. هذا الكاشيري ديالو تبارك الله كي داير. كاشيري الفير او تبارك الله كي داير ما شاء الله. هذا الباج بالموف، هذا تاني الشيبي بالغوز، الشيبي بالغوز تبارك الله ما شاء الله. المهم هادي فيها تقريبا شي خمسة الوان ما شاء الله صراحة، الوان تبارك الله ما شاء الله، داكشي اللي زواون. و جات الثمن راه فيه زواون صراحة، 40 درهم المتر، جوج ونص 100 درهم، والعبار اللي بغيتو مرحبا بكم. والتوصيل راه جميع المدن في المغرب تبارك الله. اللوين هذا كي داير تا هو زواون، هادي زواقة واحدة أخرى، زواقات اللي مات كما تنقولوا اللي قلالين، ماشي داكشي اللي فهمتيني، ماشي داكشي اللي مجلط. المهم تيشتال الانسان شويه باش حتى الشتات تيقلب على شي حاجه اللي قليله، ماشي داكشي اللي كلشي لابسينو. هذا لا موطار ديالو حتى هو يا تشوف ديالو براد. المهم لوين تسكرينو في خاطركم، راه تنحاول نبدا لكم اللوان اللي دازو باش تاكدوا مزيان من كل زواقه في اربعه الزواقه، لا زواقه اللي فيها اربعه اللي فيها خمسه، المهم الزواقه فيها اربعه. هذا لا موطار ديالها، هذا الكاشيري ديالها، هذا الفيغ بيستاج ديالها، لاكام هادي كملات.
انا العشاق ديال شانيل، كسيوات موديلات قويمجات، المهم هذا ديال صراحه شي حاجه اللي زوينه. حتى قنيضره تيجي، المهم ديال شانيل شي حاجه اللي اوريجينال. حتى هو راه ب 40 درهم للمتر، خذوا العبار اللي بغيتو، جوزونس 100 درهم، 3 متر ب 120 درهم. المهم حنا على اتصال، مرحبا بكم. هذا الكحل ديالو فيه جوج لون، فيه الكحل وفيه الابيض، هذا هو الابيض ديالو. شانيل داكشي اللي زوامه صراحة، ومعروف هاد لاماركة هادي، ودو بيسات ديال برا شي حاجة اللي ممجلطاش. شوف تبارك الله كيدير هذا، ما شاء الله تابعو الزواقة ديالو في الكحل. هادو اللوان اللي تي عشاق ديال اللوان الغالقين. شوف تبارك الله هاد البلومارين كيداير بحال العمودي جاي مشرط. هاد الزواقة تا هي في البلومارين، شوف تبارك الله كيدايرها ما شاء الله. وفيه ثلاثة الزواقات ديال البلوميري، هذه الزواقة الأخرى تبارك الله ما شاء الله. مالكم ما تسكرينو في خاطركم، ومرحبا بكم. الألوان اللي عجبكم من كاين الغالقين، الألوان الفاتحين، انتم ما تبارك الله ما شاء الله. على ديال شانيل فيه الكحل وفيه الابيض، غنوريكم الابيض ديالو. الابيض ديالو فيه جوج الوان، وهاد الزواقات اللي وريتكم راه كل لون والزواقه ديالو شي حاجه اللي زوينه. ومالكم ما تبارطاجيو، بارطاجيو الماكسيموم على العائله مع الحباب، ومرحبا بكم. تبارك الله البلوسيل كي داير، شاو ولي زواقة اخرى هادي تاني، هادي فيها ستة الوان من الوان صيفيين داكشي تبارك الله. صراحة مزيان بالذوق، واللي بغا شي حاجة مرحبا بيه. المهم نزيد نوريكم هاد الزواقة نكملها ليكم. شوف تبارك الله كي داير صراحة البترولي كي داير ما شاء الله. هذا اللون التاني ديالها، هذا اللون التالت مارو، وداخل فيه شوية البلوسيل، هذا بالمارو وداخل مع شوية البلوسيل. هذا الفير او بالبيج، تبارك الله كيدير ما شاء الله. والخياطه خياطه خفيفه، شي بغيتي ديال الرومي بالنسبه اللي بغى يخدمو مثلا جليلبات ولا كنيدرات، عين عقده رقيقه تكون خياطه خفيفه. ولبسي بالصحه والسلامه وطول العمر ومرحبا بكم. المهم هادو الالوان، اللون الثالث الماغو اللي قلت لكم داخل بالبلوسيل شويه، وكاين هذا الفير او اللون الرابع ديالو مخدوم بالبيج. مالك ما تسكرينو في خاطركم، وكاين هاد البلوسيال. المهم هادو من اللوينات، ومالك ما تبارطاجيو مع العائله مع الحباب، واللي بغى شي حاجه مرحبا بيه. مالكم واحد اول مره تخلي بركه لك ابوني، والله يسخر الجميع ويعاونكم.